حضر سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل اليوم فعالية مهرجان نيو ماركت وسباق كأس البحرين للخيل في نسخته 27، والذي يعتبر أحد أهم سباقات الخيل العالمية المقامة في إطار فعالية مهرجان نيو ماركت العريق في المملكة المتحدة. وقد أعرب سموه عن تقديره للقائمين على هذا المهرجان الذي يقام على مضمار نيو ماركت، الذي شهد انطلاقة سباق كأس البحرين للخيل في هذا البلد الصديق منذ عام 1978، تأكيدا على حضور مملكة البحرين في سباقات الخيل على المستوى العالمي. مؤكدا سموه أن كأس البحرين للخيل مثل سلسلة نجاحات مهمة تنعكس في حرص الفرسان وملاك الخيل من مختلف دول العالم لنيل شرف الفوز به، والذي شكل جانبا من الدعم الكبير الذي تحظى به الفروسية وسباقات الخيل من حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله، وتعزيزها لتبقى البحرين ريادتها في الحفاظ على هذا الأرث الأصيل، وبما يعكس مكانتها على هذا المستوى العالمي. كما نوه سموه بالتعاون القائم بين الهيئة العليا لنادي راشد الفروسية برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن عيسى الخليفة ومضمار نيو ماركت في إقامة هذا الحدث السنوي، والتطلع المستمر نحو الاستفادة من الخبرات التنظيمية لهذا المضمار في سباقات الخيل. وقد قام سموه بتقديم كأس البحرين للفائز بالمركز الأول الفارس ديفيد آلن على الحصان ويلس فراح جو، مهنيا سموه الفارس الفائز بالكأس مشيدا بنجاحه المتميز للمهرجان وسباق كأس البحرين السنوي على مضمار نيو ماركت. هذا وقد رافق سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة كل من سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى آل خليفة ومعالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة.